رجعنا لكم مرة تانية، معانا كابتننا الكبير كابتن مختار مختار، مكملين معاه حديثنا النهارده. كابتن مختار، خليني ارجع مرة تانية والاهلي مشواره في القادم او استمرار البطولات بالنسبة للنادي الاهلي بعد يمكن بداية الموسم، وحتى الان في الدوري هو متصدر، يمكن برضه كأس عالم للأندية حصول على المركز الرابع، ماتش يمكن كان زعل الجماهير وهو مباراة الهلال. ما بعد مباراة الهلال كابتن مختار، النادي الاهلي عنده مباراة غدا امام اسوان، ثم استكمالا بقى بطولة افريقيا ومباراة مهمة جدا جدا امام سان داونز. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. رأيك فيما بقى بعد مباراة الهلال كابتن، ايه اللي ممكن يحصل للنادي الاهلي الفترة الجاية؟ يعني الاهلي بيعرف يكيف نفسه، يعني ممكن يحصل يعني هبوط شوية في المستوى، ممكن يحصل نتائج برضه ما تكونش على نفس المستوى، لكن اكيد النادي الاهلي بيعرف يرجع نفسه بشكل كويس قوي. بس برضه يعني اكيد ان المنظومة بتساعد بشكل كبير قوي، مجلس اداره، جهاز فني، لعيبه برضو عليهم مسؤوليه كبيره جدا جدا، لانهم عايشين في وسط الناس صحيح. والناس بيتاثروا بيهم وبيسمعوا الناس بيقولوا ايه، فبالتالي سهل جدا ان شاء الله ان الاهلي يرجع. ويمكن كمان الكام سنه اللي فاتت دلوقتي النادي الاهلي عودنا خصوصا في بطوله افريقيا ان البدايات، يعني السنه اللي فاتت احنا داخلين الثاني على صحيح. او يعني و توصل النهائي، ان الاهلي بقى متعود يعني او عودونا على الكلام دوت، ان هم رجوعهم يبقى ان شاء الله سهل وميسر بايه؟ مش وقت. لكن الهزيمه دي ما تدخلكش في حساباتك يا كابتن؟ يعني ما مثلا اصل فكره ان اكيد الهلال كسب، لو كسب الماتشين بتوع القطن مثلا، لان فريق الهلال فريق محترم رايح جاي، فانت دخلت في مع الاضافه انك سان داونز هتقابله الماتش الجاي، يعني نتمنى طبعا الفوز، لكن سان داونز حتى الان ست نقاط، وبالتالي هو اكتر الفرق يعني وصول خلاص، يعني قرب ان هو يوصل للدور القادم، وبالتالي هل الماتش الخساره ده من وجهه نظرك ممكن يدخلك في حسابات ولا ده هو اكيد صعب؟ هو اكيد ان حساباته يعني اختلفت. بتخلينا في موقف صعب، لكن دايما الفرق الكبيره خصوصا النادي الاهلي، في سنه من السنين الارجنتين اتغلب اول ماتش في بطوله كاس العالم مع السعوديه، لا مش بتكلم على يعني ديت، البطوله دي انا بتكلم كمان على اللي قبليها وخد البطوله. صح. الفرق الكبيره بتعرف يعني ايه تكيف نفسيها مع المواقف الصعبه. انا بقول الفرقه كبيره الارجنتين بس يعني معودنا على الكلام ده، ان الفترات اللي فاتت ديت بيخش التاني وبعدين يبتدي في البطوله الثمانيه تلاقيه فرقه مختلفه اختلاف بشكل كبير جدا جدا على ما كانت فيه، فاحنا متعودين على الكلام ده. يمكن ما بنتمناهوش ان هو يحصل لنا يعني وندخل نفسنا في متاهات، لكن اكيد لما بيحصل عندنا الاولاد بيقدروا. حتى لو البدايه سيئه كابتن، النادي الاهلي بيرجع لا ان شاء مره الله، ان ثانيه شاء الله يقدر يرجع، ان شاء لان الله. الاهلي عنده كل الاسباب وكل المقومات. الزمالك ما يرجعش يا كابتن، يعني لو انا اتحولت في نفس الموقف. الزمالك فرقه كبيره برضه، يعني خسرته في ماتش وتعادل بس ماتش، احنا صعب بنتكلم ليه على الاهلي؟ لانه السنه اللي فاتت عودنا على كده وكذا سنه ان يجي في الدور الثمانيه يبقى مختلف، يمكن دي عشان احنا